بعد أن وصل الخلاف مداه بشأن قضية الجزر التي تقع في البحر الأحمر قبال سواحل سيناء العزيزة الغالية على كل مصري، وهي جزيرة تيران وصنوفير. وأيا كانت الوسائل وأيا كانت الأدلة وأيا كانت المستجدات، لكننا نذكر حضراتكم بأننا أمام لثقتنا في قيامه بدور تاريخي في إنقاذ مصر والحفاظ على مقدرتها، هو الرئيس والزعيم عبد الفتاح السيسي. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه لم يتوانى ولم يتراخى لحظة في الدفاع عن مصر، حتى لو اختلفت وجهة نظرنا في لحظة من اللحظات. ويجب أن نذكر ونسجل هنا وبحروف من نور الدور التاريخي والباسل لقواتنا المسلحة المجيدة، جيش مصر العظيم خير أجناد الأرض، الذي لم ولن يفرط في حبة رملة واحدة من تراب هذا الوطن. لنا من هنا نرد على المشككين والمتربصين في الداخل والخارج، نرد على الذين حاولوا أن يستغلوا قضية عادلة أن يوظفوها لمصالحهم الإرهابية، نرد على الذين حاولوا أن يستغلوا رأي وطني للمصريين في أن يحولوه لهجوم على رئيس مصر وعلى الأجهزة السيادية لمصر العظيمة. نؤكد هنا عدم السماح ومعارضة تيار الاستقلال والقوى السياسية المشاركة بكل قوة لكل محاولة تستهدف التشكيك أو النيل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن جيش مصر العظيم الذي لن نزايد عليه. فتاريخ الجيش المصري تتعلم منه كل جيوش العالم بلا استثناء. نثق تماما في أن القضية المطروحة الآن هي قضية تفاجأ بها الشعب المصري، قضية ألمت للمجتمع المصري وكأنها آفة وكأنها صدمة. وهذا الشعب المصري الطيب الوطني الذي لا يمكن أبدا أن يتهاون، حتى لو كان فقيرا لا يمكن أن يتهاون في أرضه، لا يمكن أن يتهاون أو يصمد في الاعتداء على عرضه، لا يمكن أبدا أن يتراضى عن التحدي وعن الحرب في مواجهة الأعداء. فإسرائيل والعدوان الثلاثي خير دليل على دور مصر وجيشها وشعبها في مواجهة الاعتداءات والتحديات.